مواصلة للجهود المبذولة من طرف قيادة الدرك الوطني لمحاربة الجنح المتعلقة بالأمن المروري واستغلال لمعلومات واردة من طرف مركز الإعلام وتنسيق المرور لقيادة الدرك الوطني. قامت خلية محقق تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة باستغلال مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة ودراجة نارية عبر مختلف طرق مدينة تبسة، يقوم سائقهما بالقيام بمناورات خطيرة أثناء قيادتهم دون احترام أدنى معايير السلامة المرورية، مع تصوير هذه المناورات ونشرها عبر حسابه الإلكتروني تيك توك وتداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عملية البحث والتحري التي باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة أسفرت إلى تحديد هوية مرتكب الفعل وتوقيفه بسبب تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لإجراءات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون، مخالفة القيام بالمناورات الخطيرة في الطرق السريعة والطرق السيار. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة. ندعو سواق المركبات بمختلف أصنافها إلى تجنب مثل هذه التصرفات الغير لائقة والتي من الممكن أن تعرض حياتهم أو حياة الغير للخطر. كما ننبه عن التبليغ مثل هذه السلوكيات عبر الرقم الأخضر 1055 أو عن طريق موقع الشكوى المسبقة ppgn.ndn.dz.